طب اجي لك يا مرال، يمكن هنطلع بقى من تجربه كابتن علي، انتوا ليكوا نفس التجربه، كابتن علي كانت سابقاكي، انت رحتي برضو امريكا عملت شغل كويس، رجعتي على النادي الاهلي، التجربه دي فاتتك زي ما فاتت نادين برضو ولا لا؟ لا فادتني كتير جدا طبعا. يعني انا مثلا كنت رايحه، كنت مثلا مركزه في الاوفنس اكتر من الديفنس، لا هم هناك خلوني اتحسن في الديفنس، برافو. خلوني اللي هو لا عشان انا طويله فمفروض اخش اساعد في الريباوند اكتر، فحاسه ده افادني هنا كتير قوي كمان بتعملي كده دلوقتي. صح، ده كان فايده كتير، حتى يعني انت جد جدا في الملعب، الالتزام التكتيكي بشوفك فعلا يعني جد، يعني انت من اللاعبات اللي وجودها في الملعب بيدي امان للجمهور مش بس للجهاز الفني، بامانه يعني انا بكلمك ربنا بكل صراحه يخلي يعني. حضرتك والله. طب كلميني السنه دي، انه يعني اكيد كان في فترات صعبه، كابتن علي قالت ان هي الفتره الاخيره من الموسم، انت شايف اي فتره كانت صعبه، او حتى على المستوى الشخصي ليك ايه الفتره اللي كانت صعبه عندك لا هي الفترة الأخيرة، الاخيره؟ نفس من السبب أول السيمي فاينال بتاع الدوري. ليه نفس السبب اللي قلته كابتن علي، ان خلاص ممكن نكون اجهدنا زهقنا بتاع، ولا هو كان عشان احنا كنا خلاص يعني بقية الفرق خلصت واحنا الوحيدين لسه مكملين، بينا على طول الفترة الأخيرة على طول في معسكرات، فكانت الفترة بقى كانت في شوية زهق على شوية اللي هو ضغط بقى عشان ده خلاص ده آخر السيزون، عشان كده كان الفترة الأخيرة هي صعبة. اللي كانت صعبة شوية. طب انت دلوقتي في الاوف سيزون خلاص، والدكتورة مي شكوا شوية كده على النهاية، انت واخدة بريك بجد يعني فاصلة ولا بتتمرني؟ لا فاصلة. فاصلة فاصلة خالص. لا انا فاصلة اه خالص، خالص، ما لازم، محتاجة لا افصل بس لازم. شوية. كابتن طارق بيضحك. محتاجة بس شوية لا من ارحمونا بقى، الباسكت. زبونا، انا ما ظلت، انا والله. ما ظلت. طب الموسم الجديد يعني شايفه نقدر نعمل نفس الانجاز، يعني ان شاء الله الخمس لا بطولات ان شاء وممكن يزيد الله. عليهم افريقيا، يزيد عليهم عربيه على حسب ما النادي يوافق لنا. لا ان شاء الله هيبقى نفس الانجاز ان شاء الله، وهيبقى عليهم ان شاء الله البطولة العربية وبطولة افريقيا، هو طب ده التارجت بتاعنا يعني ده دلوقتي. التارجت، بس شايفين نقدر نحققه يعني ان شاء الله لا ان شاء الله. لا باذن الموضوع الله. مش بعيد يعني. طب مرال، انت طبعا بنت نادي الشمس وبعد كده جيت على النادي الاهلي، هنقيم تجربتك مع النادي الاهلي، انت سعيده بيها، حاسه ان اضافت لك؟ لا طبعا مبسوطه بيها، ومبسوطه كمان ان اول سيزون ليا في النادي الاهلي ان احنا خدنا 5 بطولات، فلا اكيد مبسوطه بالتجربه دي قوي. يعني حاسه ان لو الزمن رجع، دايما بحب اسال اللعيبه لما بيجوا بعد سنه او سنه ونص من انضمامهم للنادي الاهلي، لان ده الحقيقه انا بيبقى ليه معنى بالنسبه لي، ان اللي ما جاش النادي الاهلي يبقى شايف اللي سبقه. ايوه فانت شايفه ان السنه دي انت سعيده بالتجربه دي، يعني لو رجع بيك العمر تاني والزمن تاني هتقولي لا هاجي النادي الاهلي؟ هاخد نفس القرار اكيد. اه طيب، اصعب ماتش ليكي السنه دي، واحلى ماتش، اصعب ماتش كنت قلقانه منه جدا، واحلى ماتش انت لعبتيه كنت راضي عن نفسك؟ اصعب ماتش هقول كاس السوبر. كاس السوبر كان اصعب ماتش. احنا كنا تقريبا كنا كلنا فاصلين، الماتش كان صعب، سبورتينج كان ليد طول الجيم، احنا بس اخدنا الليد في اخر 3 دقايق، فده تقريبا كان اصعب ماتش في طب احلى السيزون. ماتش لعبتيه، وهنسال كابتن كريم وكابتن طارق ونشوف كده الاجابه، ركزي كده، اديكي 3 اختيارات بس. لا هو مش هديك، ماتشين، لا مش هقولي هم. طيب قولي ماتشين سبورتينج اللي كان رايح، ماتش رايح مرتبط. كان عندنا، لا الدور الاول دور في ماتش الدوري السوبر، والدور الثاني احلى لما ماتشين رحنا. عملتيهم.